كما تعثرت شبيبة القبائل في آخر لقاء لها بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام اتحاد بلعباس بتعادل سلبي 0-0 ضمن البطولة الوطنية لكرة القدم. صفية إبرودان ورصدت التالي. أنا أقول جل اللاعبين اللي كنا نلعبوا بهم غادروا الفريق بطريقة مشي احترافية، واليوم ارتعينا باش لعبوا صافي طرو لا كات ماتش، بدينا نلعبوا شبان كي يقول لك الأزمة تلد الهمة. وكما لاحظتوا جينا هنا والله حتى المقابلات اللي قبل كان أداء تاعنا راقي واللعابة احنا جد راضيين بهم، والكل ابري شاك فان دو ماتش الفريق الخصم يقولوا لنا بلي هذا الفريق ما يستحقش النزول. للاسف كان نقص احترافيه.